اول شيء كلامته بخير، ثاني شيء كيفكم ان شاء الله بخير، ثالث شيء الدنيا حر والفري فاير نزلتنا سكين جليدي عشان البوريد حبيبي والله. اوكي طيبين كيفكم ان شاء الله بخير تمام، خلص وضع ريلاكس، ترى كثير متحمس شباب لهذا السكين، بدنا البوريد هذا السكين بعلب ترى بلش الحر. اوكي حبيبي والله، اكتبوا صلاة على النبي الله يسعد ليكم، كلامته بخير مره ثانيه، وخلينا نشوف حظنا بهذا السكين باللوس. ايوه بسم الله اضرب يا معلم. طبعا هون عندنا سكين الشاب وسكين بنت. اوكي حبيبي والله بس انا متحمس كثير. وطبعا هون في عندنا دو سكينات كان عندي يوم من قبل. اوكي طيب هل يا ترى طول بالكم هل يا ترى شباب تعتقدون ممكن يطلع لي هذا السكين من هيك من ذا الدورات؟ صراحة يعني انا بعرف انا يعني فقد الامل، بس ولكن بكل مقطع شباب بكل مقطع يعني هيك لا افقد الامل. ياب ما عم بفقد الامل بكل مقطع. اوكي يلا خلي وضع ريلاكس عليكم ونبلك نكمل هذا وخلاص اسكت شوي واحرم. اوكي وشوف ركز على الفيديو. اوكي هات نشوف. اوكي طبعا هون معنا عندنا 5 توكن، هون عندنا 2 توكن وعندنا 5 توكن كمان. اوكي 170 هون السكين. اوكي طبعا هدول ما بعرف كم سعرهم صراحة، الله اعلم. اوكي هون في عندنا 2 سكين 170. اوكي هات نشوف بتحلف بالثالثة ولا الرابعة. لا شفتوا شو صار هون يا شباب ولا كيف؟ طلع لي سكين يا شباب تحقق حلمي ولا كيف؟ بس ما تحقق حلمي علي السكين، السكين عندي يا جدك، عندي يا كان السكين، دايم برو عندي السكين كان يا زلمه. بس ولكن ما اعرف اذا هو تحقق الحلم، يعني تحقق هذا الحلم ولا لا، يعني ما بعرف يا كان ما عندي جدك. اوكي نكمل نضرب نشوف. ايوه يا جدك شوي انا لقلك شو ما بعرف شو فجأة صار معي لاج. اي هذا الصوت صراحة سمعي اقسم بالله. اذكر شوي شيل هاي من هون. اي ايش هذا ال اوكي نوطي هاي. اوكي نعمل هيك نكمل وضع. يلا روح والمرة ثانية شباب. الو ايش عم يصير هون؟ ديام يا جدك الو والله كم صار عندنا هون معلم؟ قاعد بضرب هالتوكنات معلم. كم صار عندك؟ كم لازمنا؟ كم لك؟ اصبر شوي ابو شفيق اصبر. 170 لازمنا 140 340 هيك شيء ولا ثالث مره. لا انا ما بعرف انا هل واخيرا ما بعرف اقسم بالله ما بعرف يا شباب. اوكي عجب نجيب السكين نجيبه خلاص بعدين بعرف ما راح يطلع لنا اقسم بالله بعرف حظ طفل. اوبا يا سلام حبيبي والله بلوس. هاي جبنا السكين معلم ثواني. لا راح نتخربط نجي نعمل له هيك بعدين نفتحه. اوكي نجي لهون نجيب السكين بنت كمان خليه على جنب. صراحة عم فكر اعمل تحدي العب بشخصية بنت مع انه معلم دايما بعمل هذيك المرة بس ولك تحدي حلو. شو رايكم بالتحدي شباب؟ حياتي ما بلعب سكينات بنت بس ولكن راح نعمله. اوه شو عم بصير معي معلم؟ وين رايح انا؟ حبيبي والله هذا هو السكين بنت. طبعا هون معلم صح ما بعرف كيف بصراحه بالسكينات البنات يعني لا تغزونا صراحه يعني بس ولكن يعني ايه برو ماشي حاله. اوكي تمام هات نجي لهون. هلا اوكي نجي لهون وين طول بالك قبل شوي كذا نفتح السكين. اوكي نجي لهون ونجي لتحت من هون وننزل من هون ونفتح من هون ونفتح يا سمسم من هون وندخل من هون وندخل وين ندخل؟ ما اعرف وين ندخل. ندخل على شي محل ديم يا زلمة ندخل شي جيم ما ندخل يعني ندخل شوف اصلع لخنس ابعد عني. ها ابعد عني ما بدي اشوفك. اوكي يلا ايش هذا هو السكين ولا هي شكل حقيبة تحسب عليه مورد سير ورا ظهر السكين ولا شلون؟ وطلع بالله شو رايكم يا جماعه؟ نظارات وما نظارات وشعر ازرق وحركات. لا والله معلم شي باللوز. كم درجه الحراره عندكم شباب؟ ومن وين عم تتابعونا؟ شوف معلم مين ومين وصل لهذه اللحظه عم يتفرج. ادخل. اوكي شو توقعوا راح اموت ولا شلون؟ الله اعلم. ادخل يا معلم هات لنشوف.
عندكم كيكو فوق سطح الفاكتوري فوق البيك فوق هذاك الله اعلم وين، بس ولكن حبيبي والله الله يستر. اوكي يلا نازل بيك معنا، نازل سولو سكواد معنا، انا اسطوره سولو سكواد معنا، مش اقدم لاعب فري فاير يا زلمه، مالك حبيبي والله تفضل. شوف 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 الهيد شوتات، ركزوا على الهيد شوتات شباب. وين كم واحد نازل في الجيم؟ اوكي راح اموت، بس انا اسطوره، انا اسطوره شباب، اسطوره. انا راح اركز بالكيم، حتشوفوا الجلد على شلون على رواق. اوكي بس بدي اول سلاح هيك يكون حلو معلم، سلاح زبال هيك. لا هو حلو ماشي بشي بس حبيبي والله. اوكي اوكي شباب شباب بس طولوا بالكم شوي، الله يسعد اياكم، انا جاي لعندكم. ايش عم بصير هون؟ نهجم عليهم ولا شلون؟ يا زلمه هجوم، خربانه خربانه، ارمي هي روح العب. اوكي اوكي ترجع مع يعني على الفاضي يا زلمه هل حبيبي والله. وين هدول؟ حاسس حالي ضايع انا شوي. اقعد مشي تفنيش. يا زلمة لا تموت لك ايه؟ عم بحكي فيه عم بحكي فيه. هذا فوق؟ يا بحكي فيه عم بحكي فيه. بيب دمي 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 يا جدع. الو وين رايح هذا؟ هذول لابسين نفس السكين ولا شلون شباب؟ ما معي ما معي ما معي. وين رايح اخونا هذا معلم؟ شو عم بيصير معه؟ شغل الشخصية ما معي طلقات. واال هيد شوت اعطيته اياها. لا ابو شريك معكم وين هذا؟ وراي اكثر واحد يا جدك، هرب عليكم. لا يا الغدر الغدر يا اخي، شو يا اخي ليش شو جابك انت لهون؟ يا والله انا كنت يا زلمه كنت مظبط الوضع يعني والله كنت الغدر لم تزبط معنا يا شباب، ولكن يعني كانت مواجهه حلوه ما كانش بها شيء. اوكي 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 ولكن اهم شيء اهم شيء واحلى شيء المشاركه والحماس الاسطوري. اعزائي الكرام عيدكم مبارك، الله يسعد اياكم، نكون على خير. سمعكم.